طيب هنروح لخبر مهم انتوا عارفين طبعا الكاراتيه من الالعاب اللي مصر بتتميز فيها وكان الدليل الميداليات اللي خدناها جيانا فاروق وفريال اشرف الميداليات اللي خدناها في الاولمبياد مصر تستضيف 247 لاعبا في البريميوم ليج للكاراتيه اتحاد الكاراتيه برئاسه الكابتن محمد الدهراوي اعلن عدد اللعيبه اللي هيشاركوا في بطوله البريميوم ليج البريميوم ليج واللي هيستضيفها الصاله المغطاه باستاد القاهره الدولي في الفتره من 3 ل 5 سبتمبر اللي احنا فيه لو شفتوا منظر الصاله حاجه روعه وقال اتحاد الكاراتيه ان البطوله هيشارك فيها 247 لاعب ولاعيبه من 50 دوله والبطوله هيشرف على تنظيم الاتحاد الدولي للعبه واكد كابتن دهراوي ان الشغل في البطوله بيتم على قدم وساق عشان تخرج البطوله باحسن شكل خصوصا ان دي اول بطوله كبيره من بعد اولمبياد طوكيو اللي فاتت مصر اسم كبير في عالم اللعبه قدرنا انها نحقق طبعا ميداليات والقاب سواء عالميه في بطولات العالم او ايضا في الاولمبيات اللي فاتت واحنا من اكتر الناس حزق حزنا الحقيقه ان البطوله او لعبه الكاراتيه مش هتبقى في اولمبيات باريس اهو الملعبة شوفوا والله العظيم انا لو شلت لي بس المدرجات المدرجات بتاعت استاد مميزه شيل المدرجات انا اقول الملعب ده بره لا يقل ابدا عن البساط اللي كان موجود في اولمبياد طوكيو شايفين المنظر عامل ازاي حاجه يعني مصر بقت بتنظم الاحداث العالميه بشكل يعني حاجه رهيبه وده واضح جدا من من اهتمام الدوله وهيبان كمان في الخبر اللي جاي هقول لكم قد ايه الدوله مهتمه بس زي ما انتم شايفين يعني الصوره دي الحقيقه الواحد مبسوط بيها حاجه يعني جميله جدا 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 كل التوفيق اللي طبعا ابطالنا ابطال كاراتية او ابطال مصر في الكاراتيه